ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، شهران مضت على تكليف عبد المهدي في تشكيل حكومته، لم ينتج شيء، على ماذا تدل هذه الأزمات المتلاحقة؟ أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبالقناة والمشاهدين الكرام. بالتأكيد عدم تقديم الشيء هذا أمر معروف ومتوقع، وذلك لأن المجموعة هي التي كرت نفسها بنفسها وبالتالي تنتج. هذا واحد. اثنين، الخلل في غياب البرنامج الحقيقي لهذه المجموعة نهائيا، أي كتلة سياسية ليس لديها أي برنامج، ودل على ذلك دائما نقول أنهم حريصون على الشخوص أكثر من البرنامج، وبالتالي ليس هناك برنامج متوافق بالحكومة. إذا نحن أمام ضياع لبوصلة العمل الحكومي، زائد كما هو معروف في الفساد ما زال مستشري وقائم وفعال. الشيء الآخر الثالث هو أسباب هذه الترتيبة كلها من 2003 هي خدمة أجندات خارجية، وبالتالي لن يكون هناك أي عمل متوقع من هذه الحكومة. الشيء الأكثر أهمية قد يبرر لهم ذلك هو عدم اكتمال ما يسمى الكابينة بين قوسين الوزارية، ولكن الأمور حتى الوزارات التي لها وزير هناك وكلاء يقومون بهذه المهمة. إذن الخلل ليس بالوزير ولكن بهذه المجموعات من الخلل الذي ذكرتها أول كلامي. طيب دكتور، يعني عملية ولادة عسيرة وطفل أو مولود عليل، يعني حكومة تولد بهذه الطريقة، كيف سيكون أداؤها برأيك؟ لا، المولود ليس عليل، المولود ميت، كن أكثر دقة. وما زالت أنا عند موقفي أن الحكومة لن ترى النور حقيقة كإنتاج عملي، قد ترى النور شكليا كما هو الحال الآن، ولكن أي إنتاج عمل للوطن على مستوى تخطيط وتدبير عراقي وحرص للتطبيق لا يمكن يكون لنفس الأسباب قلنا، هي الفساد والخلاف. الشيء الآخر من هذا وضعت أن الأمر الآن هو على خلاف من يدير الداخلية، وهذا الخلاف بحد ذاته وليس حتى على الدفاع، بمعنى من يمتلك زمام الأمر في مسألة الأمن الداخلي. إذن هي ليست عملية حرص على استذباب الأمن الداخلي، ولكن على ضمان المجاميع التي تسيطر على الأمن الداخلي، وهنا هو سر الصراع الأمريكي الإيراني. لذلك أنا أتوقع أن الأمر هذا ستتعقد أكثر، وقد يصل لنتيجة أن الخلاف الأمريكي الإيراني ما زال عميقا، وقد بدأت الإجراءات الأمنية الأمريكية تجاه العراق منذ ما سمعنا من نقل كذا الجندي إلى بغداد إلى العراق. دكتور، سابقا كنا يعني نستغرب ما يحصل في لبنان أو الصومال عندما يكلف شخص برئاسة حكومة ولا يستطيع تشكيلها، لكن اليوم الحالة العراقية مشابهة لهذه الحالة، لكن هنالك قضية مهمة وهي إصرار عبد المهدي على مرشحيه للوزارات المتبقية وعلى نفس الأسماء. هنالك من يقول أن هناك أياد خفية تصر على فالح الفياض لوزارة الداخلية، من هي تلك الأيادي أو من أصحابها؟ نفس الجهات التي نصبت عبد المهدي بهذا المنصب، وكذلك نصب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، هي التي تدفع بهذا الاتجاه. أنا قلت دائما الآن اللعبة بين أمريكا وبين إيران لعبة صفرية أضحك، لابد أن يكون أحدهما خاسر والآخر فائز. لحد اللحظة طبعا اللعبة لن تنتهي، ودي على ذلك أنه عدم اكتمال الوزارة وعدم اكتمال الملف الأمني. إذن هو الصراع الأمريكي الإيراني رقم واحد، ولأن عبد المهدي وفياض أقرب إلى إيران بحكم الترتيب العقائدية والانتمائية، فنتوقع كمحللين سياسيين استراتيجيين أن الجانب الإيراني هو الذي يدفع باتجاه الاحتفاظ بالداخلية لفياض باعتبار أن هناك توافق. لذلك نرى أن حتى الجهات التي تدفع باتجاه عزل فياض هي ليست مظهورة دافع باتجاه تغيير مذهبية الوزارة، هي مصرة أو موافقة على أن يكون شيعية الهوى لوزارة الداخلية، ولكن اختلاف على الشخص بحد ذاته هي عملية أقرب إلى بين قوسين التآمر منه إلى التوافق، لأن الأغلبية أو المذهبية لم يكن فيها خلل
ما زال المرشح البديل هو من شيعي، إذن قضية شخصنة وبالتالي قضية اتفاق إقليمي خارجي. هناك قضية تتزامن مع أزمة حكومة عادل عبد المهدي وهي أزمة مجالس المحافظات وتحديدا منصب المحافظين، أحدثها عدم إقرار الشويلي محافظا للعاصمة بغداد وانتخاب فلاح الجزائري مرشح ائتلاف دولة القانون بدلا عن، لماذا هذه الأزمة بالذات في هذا التوقيت؟ باعتبار أن الخلافات في مجلس المحافظات هي امتداد الخلافات داخل البرلمان بالتأكيد. اثنين، التوافقات إن جاءت توافق مع رؤية أو ترتيبة الحكومة المركزية يكون عمل المحافظات متسق مع تلك المجموعة، وبالتالي هذه الخلافات تنسحب أيضا على المحافظات سواء بالضد والضد والند بالند أو سواء بتوافقات من أجل هذه المصالح. إذن هذا الأمر سيبقى عالقا ومستمرا، لأننا كما قلنا العملية السياسية بنيت على أساس مصالح وأساس قوة أقليمية، وبالتالي لا يمكن أن تمرر أي ترتيبة من الآن تصاعدا، لأن حجم الخلاف اتسع بين المجموعة الشيعية ذاتها لاختلاف طبيعة الانتماء. ما عرف مجاميع الشيعية كلها هي ذات الارتباط بإيران، هناك من اختلف كما معروف الولايات الفقيه وحجمات الفقيه، إذن اختلف وزاد في الهوة فيما بينهم. في شمال العراق هنالك أزمة ثالثة جديدة على الساحة وهي حكومة كردستان العراق، الخلافات بين الأحزاب الكردية، هل ترون فيها إعادة لسيناريو الصراع على المناصب في حكومة المركز؟ أزمة جديدة شمال العراق تحديدا قضية تشكيل حكومة كردستان العراق، الخلافات بين الأحزاب الكردية، هل ترون فيها إعادة لسيناريو الخلافات والأزمات في حكومات المركز؟ بالتأكيد لا يختفى على الجميع أن مجاميع الاتحاد الوطني هم أقرب إلى إيران، ومجاميع البارتي جماعة مشعل برزان هم أبعد واحد اثنين. الخلافات الموجودة في داخل البرلمان، داخل البرلمان العراقي، هناك توافق شيعي مع مجموعة الطلباني تنعكس على المنطقة الشمالية. لماذا؟ لأن جماعة الطلباني وجماعة التغيير الإسلاميين في نيتهم توسيع حجم مشاركتهم في إدارة البلد، وهنا مشكلة كبرى. لذلك سحبت الخلافات المركز على الإقليم، ولا يخفى على الجميع أن الخلافات ما بين القوى السياسية الأساسية في الإقليم أي بين برزاني والطلباني هي خلافات أعمق من عمق، وخلافات تقاطعات عقائدية وتكوينية ومذهبية وحتى انتماعيات خارجية. في المدى السابقة كانت قد توارت خلف المصالح الشكلية، الآن بدأ المصالح تظهر التقاطعية للسطح، وهناك ينظر المستقبل بمزيد من الخلافات والتباينات. نعم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور قحطان الخفاجي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.